السائل يسأل: هل يجوز إمامة رجل من الجنس الثالث؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. أولا، كلمة الجنس الثالث يعني كلمة يعني تشمل معاني كثيرة، يعني في رجل راح خلقه الله تبارك وتعالى رجل بصفات الرجولة بأعضاء الذكورة، وفي أنثى خلقها الله عز وجل بأعضاء الأنثى. قد يكون فيه يعني شخص اللي هو الخنثى يسمونه في اللغة، الخنثى اللي هو يكون يجمع بين أعضاء الذكورة والأنثى، فهذا الخنثى قد يسمى المخنث كذلك، أنه يعني ليس له ليس لا ينتمي يعني لأحد الجنسين خلقا مش خلقا خلقا. فهذا صحيح أنه لا يصح أن يؤم الرجال ولا كذلك أن يؤم النساء، يعني كذلك هذا الحديث اللي هو هذا الخلق. أما في الخلق فهذا مشرك، وذلك القتل اللي هو الذي يحول نفسه من ذكر كامل إلى أنثى، فهذا تبديل لخلق الله تبارك وتعالى وتغيير لخلق الله، وهذه يفعلونه طبعا. هذا فهذا يعني خنثى ليس خنثى خلقا وانما خلقا، وقد يغير في الخلق. بعض هؤلاء يذهبون يعملون عمليات لتغيير الخلق، فيحول مثلا عضو الذكوره الى عضو مشابه لعضو الانثى، وقد يؤتى من هذا المكان، وقد يؤتى كذلك من دبره. فهذا طبعا هذا يعني المغير بخلق الله تغيير كامل، فهذا كفر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وطبعا مثل هذا لا يحل ان يعني يؤم رجالا او يؤم نساء.